الوغ واش كتعرفوا داك السيد اللي ملي كيشوف واحد القطيطه ولا واحد الكليب ولا شي حاجه كيتخلع لواحد الدرجه كبيره بزاف وكينوض من بلاصتو كيبقى غير كيجري كيغوت وانت ما تفهمش شنو واقع، كتقول مع راسك علاش هاد السيد كيدير بحال هكا. الا بغيت تعرف شنو المعنى ديال هاد المساله، علاش داك الناس الانسان خايف من داك القطه ولا من داك الكلب بزاف، خليكم معنا في الفيديو غادي نشرح لكم. بسيكولوجي بالدارجه سيت ان كونسيبت اللي بغيت نديرو باش اننا نتعرفوا على الامراض النفسيه وباش اننا ما نخليوش هذا لو سوجي شي حاجه اللي طابو. الفوبيا فيها بزاف الانواع وكاينه هاد لا فوبي سبيسيفيك هي اللي نهضروا عليها اليوم، كاينين دوطخ فوبي بحال لا فوبي سوسيال اللي ديجا هضرنا عليها ولا غورافوبي اللي نقدروا نهضروا عليها اللي هي الخوف من الاماكن العامه من لي زوندوا بوبليك. ما غاديش نهضروا عليهم اليوم، غادي نهضروا على لا فوبي سبيسيفيك بحالاش بحال شي واحد كيخاف من القطه. الاغلبيه ديال لي فوبي سبيسيفيك هما الخوف من الاعالي من لي اوتور، الخوف من لي زارينيي من العنكبوت، والخوف من الحنوشه. بالحق انا كيبان لي في المغرب من التجربه ديالي الشخصيه كاينين واحد جوج اللي كثر من هادو، هما الخوف من القطوط والخوف من البدارع عند العيالات. بزاف اللي عندهم هاد لا فوبي سبيسيفيك هي انك تكون كتخاف من واحد الحاجه بالذات، سبازي غير سبيسيفيك باغ اكزومبل كتخاف غير من القطوط اولا كتخاف من الكلاب، وملي تشوفهم ماشي تتخاف وصافي، كاين فرق بين خوف طبيعي ولا غير شي شويه هذاك نقدروا ندخلوه في اطار ديال لونكسيتي، وكاين واحد الخوف اللي كبير جدا بالضبط بحال ملي تشوف ديك القطه بحال كتشوف واحد السبع اولا ملي كتشوف ديك البدارع بحال هابط عليك ملك الموت. داكو هذه هي المعنى ديال انفوبي، الخوف كيكون غير عقلاني وكيكون كبير 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 جدا. الوغ الناس كيتحابهم بلي هذوك الناس اللي تيتفلاو، شوف هذاك تيخاف من القطط، هذاك مبهلل داير بحال البنت ما عرفت شنو. الوغ الحقيقه هو ان اون فوبي ماشي واحد كيبغي انه يخاف، لا راه في العلم في لي نيورو سيونس ملي تشوف في قلب الدماغ اللي كتقبط لي غيم فونكسيونيل، لي غيم فونكسيونيل هي بحال غتقول واحد سكانير اللي مطور بزاف كيخليك انك تشوف شنو واقع في قلب الدماغ في امونتي في واحد اللحظه. داكو الوغ ملي كيكون واحد مخلوع راه لو سيرفو ديالو كامل كيكون فواحد الطريقه مخربق بزاف ما يقدرش يوقف الخوف في داك اللحظه. داكو هادشي ما تعنيش انك ما يمكنلكش تعالجو، يمكن لك تعالجو، غير كنشرح كيفاش في داك اللحظه راه ماشي الواحد قاعد كيمثل وكيدير راسو مخلوع، لا راه فعلا مخلوع بزاف من واحد الحاجه اللي انت كتبان لك سهله، قطيطه دايزه حداك علاش هاد السيد مخلوع منه. داكو انا شخصيا كمعالج ملي كنت صغير كان عندي الفوبيا ديال القطوط، كنا ملي تنجلسو في لي ريستورون وكل شيء تيبقى كياكل عادي وانا كنوض مخلوع، كتدوز حدايا قطه بحال دازت حدايا سبع، وتغلبت على هذا الخوف ديال لافوبي ديال القطط. دونك دابا نهضر من بعد في وقيته العلاج غنهضر على كيفاش يقدر الواحد انه يتغلب على اون فوبي. الوغ بالنسبه للميكانيزم كيفاش دايره هاد لافوبي كيفاش كتولد، خصكم تعرفوا بلي كاين واحد الطرف في الدماغ صغير قد هكا سميتو لاميكدال، هاد لاميكدال هادي بحال شي لويزه مكونيكتيا مع لو سيرفو بواحد الدرجه كبيره لان الفي بارتي دو سيرفو لامبيك، عندها علاقه بواحد الطرف من الدماغ اللي كاين عند الحيوانات كاملين، كاينشي عند الانسان كاين عند الحيوانات كاملين، وهذا الطرف هذا مسؤول على الخوف، وكاين الخوف فيه وفيه، وبين الخوف اللي كبير بزاف هو الخوف ديال الموت. باغ اكزومبل الا كنتي جالس وخرج لك واحد السبع كيتاكتيفا واحد لو دوغري ديال الخوف اللي مختلف على الخوف اللي تحس به الا باغ اكزومبل الا غير تناقرتي مع شي واحد ما غاديش تاكتيفا داك لابارتي، داك لابارتي ديال لاميغدال اللي كتاكتيفا ملي كيخرج لك السبع دو فاسون ايروني بطريقه خاطئه العقل ديالك تيبدا كياكتيفيها ملي كيخرج لك قطه اولا ملي كيخرج لك بودارة. علاش هاد المساله وقعت كاين بزاف ديال ليزيكسبليكاسيون، ولكن كل انسان مختلف، كل انسان شنو وقع له باش انه تفورما له هاد لو باترن، حيت سيت ان باترن بحال غادي تقول واحد الحاجه اللي كتبدا كتعاود. الدماغ ديالنا كيرجع داير بحال ليكتريسيتي، ستادير كتبرك على واحد النقطه وكتمشي كتبقى غاديه. داكو الوغ ملي ولي باغي يفهم في هذا الموضوع اكثر يمشي يقلب على بافلوف. الوغ ملي كتمشي كتبرك على واحد النقطه وكيبدا كتاكتيف هذاك الخوف غير كتشوف ديك القطه داك الساعه الخوف كيتسلق. باغ كونطخ الا عرفتي كيفاش انك دير توقف لو فينومين من بعد ما انه يبدا مرارا وتكرارا الخوف كيرجع نوتخ ما كيبقاش كاين كيتنوتراليز. دونك لو ميكانيزم هو انه ملي كتشوف داك لو فينومين اللي انت كيخلعك دماغك تيتحابو بلي كاين واحد الخطر كبير بزاف، ويقدر هادشي يكون عنده مسائل عندهم علاقه بالتروما لي تروماتيزم صدمات وقعوا، ويقدر يكون عنده علاقه غير باغ اكزومبل شي نهار جاتك اون كريز دو بانيك كنتي غادي وجاتك اون كريز دو بانيك وكان واقف حداك جو سي با واحد الكانيش فوق ما تشوف دي كانيش تقدر عاوتاني تجيك داك لا كريز دو بانيك كتسمى بحال اون فوبي
تقدر ذاك الاطار انك فوق ما تشوف كانيش تخلع تقول لا 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 تجيبوليش لي كانيش، لان واحد النهار جاتك اون كريز دو بانيك وكان جالس حداك ان كانيش. كاين بزاف ديال لي فينومين اللي كيقدروا يخلقوا اون فوبي داكور، ولكن اون فوبي هي واحد الحاجه اللي تعلمتيها. فوبيا واحد الحاجه اللي تعلمناها اللي ما كانتش عندنا ملي كنا صغار. حتى شي واحد ما كيتولد عنده فوبيا داكور، ملي تنبداو نكبروا كنبداو تنبداو نتخلعوا. ملي تنكونوا صغار كيكونوا عندنا جوج المخاوف، الخوف من الظلام والخوف ديال انك تطيح. هادو مخاوف انستينكتيف، سي دي بور انستينكتيف. باغ كونتر ملي كتبدا تكبر كتوقع اون كوريلاسيون ايغوني مع هاد المخاوف هادو، باش انك تبدا كتخاف من شي حاجه لي نورمالمون ما عندكلاش تخاف منها. وكاين بزاف ديال الانواع ديال فوبي. انا جا عندي واحد النهار واحد السيد اللي كيخاف من الزيتونه، عنده فوبي ديال الزيتونه. وكاين بزاف ديال الانواع ديال لي فوبي اللي بحال هكا ما كاين عندهم حتى شي معنى بالنسبه ليك انت ملي كتسمعهم كتجيك الضحكه، ولكن السيد راه مرضى له حياته، مفسد له حياته، لانه يمكن غادي يجلس فوق الطبله غادي يعرضوا عليه تعرض عليه خالته، ما فخبرهاش هي ما عندوش مع الزيتون انه كيخاف من الزيتون، يحطوا له الزيتون هو غادي تجي اون كريز دو بانيك. داكور، الوغ الا بغيتو تعرفوا شنو ما شنو كيوقع لواحد ملي ملي كيظهر حداه داك 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 لي سبيس ولا داك الحيوان ولا اي حاجه اللي كتخلعو اللي كدير له لا فوبي، سي بالضبط بحال داكشي اللي تنشوفوه في لي كريز دو بانيك. القلب كيبدا يضرب بزاف، لي بالبيتاسيون، لي سيور، كيبدا الواحد يعرق، كيبدا الواحد تيتاكتيفا له لو سيستيم سيمباتيك ديال الخوف وديال الخلع. داكور، دونك ندوزو للعلاج. الوغ اول حاجه الادويه هنايا ما كيقدروش انهم يزولوا اون فوبي، ما يمكنلكش تمشي عند الطبيب يعطيك الدواء وتزول فوبيا، هادي ما كايناش. باغ كونتخ الا كانت الفوبيا اثرات لك في الصحه النفسيه ديالك بزاف، تقدر تمشي عند طبيب نفسي يعطيك مضاد الاكتئاب ولا يعطيك واحد الدواء اللي يقدر يساعدك باش انك ترجع لوميور ديالك مزيان. بالنسبه للعلاج ديال الفوبيا كاين بزاف ديال الانواع ديال العلاج الفوبيا، وكما قلت لكم كاملين كيخدموا على ديك المساله ديال كتوقف لو باترن ديال الدماغ ملي تيتاكتيفا كيخصك توقفو. اوكي، كاينه واحد لا ثيرابي ديكسبوزيسيون كتسمى، هي باغ اكزومبل انا تنخاف من القطوط غنبقى نمشي نشوف القطوط نشوف القطوط حتى ما نبقاش نخاف منهم. هاد لا ثيرابي مزيانه الا افيكاس، غير هي قليل اللي كيبغي يديرها، قليل اللي كيزعم انه يديرها. كتكون كتخاف من شي حاجه بزاف ما كتبغيش انك تمشي ديرها، كتكون كتخاف من الحنوش ما غاديش تبغي تقيس في الحنش. الوغ طريقه العلاج اللي كنتبع انا داخله في الاطار ديال ليبنوز. ملي كيدخل لواحد الحاله ديال ليبنوز كيقدر يبدا يتخيل داكشي اللي كيشوف بحال حقيقه. دوكو نقدروا هو جالس فواحد لوندغوا اللي مرتاح فيه وكيحس بالامان وبلي كلشي الى بيان كونترولي، كيقدر في ذاك اللحظه انه بالخيال ديالو يبقى يواجه المخاوف ديالو النوبه الاولى والثانيه والثالثه، هو جالس في امان وسلام. اي دوكو في قلب الدماغ ديالو داك لو بروسيس اللي كان بحال اون ابيتود ايموسيونيل اللي كانت كتضرب وكيبدا لو بروسيس ديال الخوف كيتكاسا في الوسط ديالو. اي دوكو كيبدا بنادم يشوف داكشي اللي كان كيخلعو وما يخلعوش، كلشي غير في المخيله ديالو. اي سا سي اون تكنيك كي ايتي بروفي افيكاس اللي هي ليبنوز بوغ لي فوبي. دونك يمكن لواحد انه يتغلب على لي فوبي، ماشي ولا بدا انك كتخاف من داكشي اللي كنتي كتخاف منه. يعني انا بالنسبه لي قلت لكم قبيله ان كانت عندي اون فوبي وتغلبت عليها، وتغلبت عليها قبل ما نتعلم ليبنوز. والطريقه كيفاش تغلبت عليها هي هذيك لا ميثود ديكسبوزيسيون. كنت كنمشي عند واحد القطوط كانت عاد كانوا جالسين في الجريده، وبقيت كنمشي نمشي 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 حتى واحد النهار، والصراحه في ذاك اللحظه قررت انني ما غنبقاش كنخاف من القطوط. دونك انا بالنسبه لي ملي تغلبت على الفوبيا ديال القطوط تعلمت بزاف ديال الحوايج الصراحه، ما بقيتش كنخاف من بزاف ديال الحوايج، وبالنسبه لي كانوا ضروري انني نتغلب عليها باش انني نوصل للحقيقه ديال الشخصيه ديالي. صح ملي تخطيت لا فوبيا ديالي، واي واحد ملي كيتخطى اون فوبيا ديالو كيكتشف واحد الجانب جديد من الشخصيه ديالو. باغ اكزومبل واحد السيده اللي كانت جات عندي وكانت كتخاف من القطوط، ملي خدمت معها انها تزول الخوف ديال القطوط ملي دخلات اون ايطا ديبنوز، ماشي خرجت لها شي قطه تتخلعها ولا شي حاجه، لا خرجت لها في الخيال ديالها انها كتقول باي باي، غير كتقول باي باي وبانت لها الوالده ديالها. صافي دازت الحصه بامان وسلام، خرجات ما بقاتش تخاف من القطوط. ولكن الغريب في الامر هو انها من بعد 3 شهور ملي اتصلت بيا قالت لي بلي هذه سنين وانا كنحاول انني نمشي لمدينه واحده اخرى باش نخدم في الخدمه ديالي، ولكني كنت كنخاف انني نخرج من دارنا، ما كانش عندي الشجاعه. دونك ابخي 3 موا قالت لي ما عادش منين جاتني داك الشجاعه، ولكني قدرت انني نقول للوالده بالسلامه ومشيت وسكنت في مدينه واحده اخرى، وانا فخوره بهذا التغيير اللي درت، وتنعيط لك تنشكرك على انك عاونتيني نزول الفوبيا. وفي الحقيقه هنايا بحال غنقولوا عصفورين بحجر واحد، لان بعد نوبات الفوبيا كيكون عندها واحد الاصل اللي عميق واللي خصنا نخدموا عليه لانه هو اللي مهم. ولا وعيت لواحد راه عارف هذه المساله،
كنعرف بالنسبه لهذه السيده انها خايفه انها تفارق الوالده. دونك اون فوا داتهم بجوج، دونك اون فوا دارت الاولى دارت حتى الثانيه بكل بساطه، وحتى الوالده ديالها راه كانت فخوره منها من بعد في اخر المطاف. حتى الوالده ديالها كانت فخوره منها، ماشي كرهتها حيت خرجت من الدار، بالعكس كانت فخوره منها على داكشي اللي وصلت له في الحياه ديالها. دونك كان معكم اسامه بشقرون في الفوبيا. تهلاو في راسكم بزاف وبقاو في امان وسلام. الله يعاونكم.